والعلم ما أورث القلب الزكية تقن وخشية عند أهل الله كلهم. كان النبي معتكف زارته في معتكفه زوجته صفية، فمر اثنين من الصحابة سلموا وانصرفوا، بعد ما قطعوا النبي نادالهم اجوا قال ان هذه صفية امكم ام المؤمنين. قالوا معاذ الله يا رسول الله، يعني راح نشك فيه؟ قال انا اعرف ذلك، ما راح اشكه، ولكن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، فلا تخلي لأحد شبهة في سلوكك، لا تخلي لأحد شبهة في نسبة شيء لا يتناسب مع الدعوة. ولا يأتونك بمثل، يعني لو جابوا لك شبهة بتصير كم مثل يستلفت الأنصار والعقول إليها ليعرقلوا دعوتك. قال إلا جئناك بالحق بجواب عليها جوابا حقا يدحضها ويبطلها وأحسن تفسيرا بأحسن وجوه البيان. فما تخلي شبهة حول الدعوة إلا أنها واضحة لإسعاد الخلق، إسعاد الأمة، إسعاد الدولة، لإسعاد البشرية. يا ابني فإذا الدين ظهر بهذا الشكل مين بيعادي؟ يعاديه من يجهله، ويعادي الداعي من لا يعرفه.